صبري. هلو يا نجم. غدا عبد الرازق جت؟ المدام بقى لها 8 ساعات هنا استاذ وجاهزه. خليها تستنى، انا لسه عندي مجموعه 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري. ايه علاقه الضغط بالتمثيل يا استاذ؟ ازاي يا صبري، انت تافه ولا ايه؟ انا كماجد المصري معود جمهوري ان امثل بكل عضله في جسمي وكل شعرايه في دماغي. طبعا الموهبه دي بتاعت ربنا، بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده ادواته. ايوه ايه ادوات النجم يعني يا استاذ؟ يعني مثلا سشوار بتاعه، سان اويل بتاعه طبعا، كرنيش جيم. بعدين بتكلم معاك ليه؟ انت تافه وانا نجم. انا نجم يا ابني، شوف شغلك. اتفضل يا استاذ. السشوار جاهز؟ جاهز يا استاذ. شغلوه. مساء الخير يا شباب. مساء النور يا فنان. يوم جميل ان شاء الله. غدا عبد الرازق جت؟ سوري ضد حبيبتي، مش واخد بالي، معلش كنت مدياني ظهرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه تاخرتي ليه؟ تاخرت، حصلت لي كارثه. ايه اللي حصل؟ مصيبه، السشوار بتاعي فرقع في البيت. السشوار ده؟ اه والله فرقع. انت عارفه بقى ده مارك هجيبه منين؟ اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحال لحد. انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه؟ تمام معلش حبيبتي. يلا استاد بقى يا جماعه. حاضر يا بيه. حد ثانيه واحده بيه. غدا شوفي شعرك تحفة. تحفة؟ يا جت كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك. الحمد لله الحمد لله. انت عارفة ده بدعوات الناس المعجبين. بمشي في الشارع يا دود ده، الناس بتقول يا ماجد يا ماجد ربنا يعلي سعرك ويفرح البركة في فروة شعرك. شوف كلاكيت خش كلاك. حاضر يا فندم. يلا تعالى كده. يلا اتفضلوا. يلا يا استاذ ماجد، استاذ ماجد ركز لو سمحت. حاضر يا فندم. يلا يا استاذ ماجد. حاضر يا بيه. حاضر. ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه، عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك. لو سمحت اديني وقت. يلا يا فندم. يلا خش كلاك. اتفضل قول. يلا ستاند باي. يا استاذ يا استاذ اثبت يا استاذ. حاضر. يا استاذ اثبت. حاضر يا استاذ. يا فندم ماجد. ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ. استاذ ماجد ستاند باي. جاهزين. خش كلاك. اتفضل قول. يا استاذ ماجد لو سمحت. ايوه يا بيه. ايوه بيه. ما انا لازم اظبط شعري. حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي. انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر، مع احترامي للمؤلف والدور سوري يعني، وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري. فاديني اديني وقتي لو تكرمت. خش كلاك. يلا تيرن اوفر. قول. 3-1-1 يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد. لا يا بيه مش معقول. ربنا حلاوه يا بيه، يعني اخش فيه منكوش الدين؟ وبعدين سوري شوفولنا المنطق فين. انا في عقد، شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري. انا اسف يعني احرجتوني جدا. خش كلاك. اهو اهو. سوري يا غاده وطروني، انا اسف. يلا اتفضل يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد. يا بيه. حاضر. ما انا بجهز. حاضر يا بيه. لا لا طب ما عماله تلعب في شعرها، ما حدش كلمها. استغفر الله العظيم. استنى يا استاذ دقيقه واحده. غاده الورقه. انا جاهز يا فندم. يلا اتفضل خش كلاك. دور. يا استاذ ماجد. يا استاذ كتير كده. اتفضلي. دور. 3-1-1 ايه اول مره؟ يلا اكشن. اكشن. اتفضلي اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها. تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره. تقدري تتخيلي كام لمبه في المكان؟ حوالي 37,000 في جنيه وربع. تقدري تعرفي انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشاني؟ طبعا كله عشانك. الشمع واللمض وصاحب الشمع واللمض. انا تكفيني لمبتين وخلاص. مبسوطه؟ قوي. الجزمه دي مضايقاني قوي. ده عاج اصلي خلي بالك. مش ها؟ دي فيها بوش هتتظبط. ايوه كده الواحد يفرفش في بلته. فاكرة أول أغنية سمعناها مع بعض؟ كانت تقريباً يا طالع النخلة هات لي معاك بلحة. أكيد مش هي دي؟ سوري سوري. كانت موال سجان الغرام لعبده الإسكندراني. أنت ما تنساش حاجة أبداً؟
ما اقدرش ما اقدرش انسى ما اقدرش. حط ايدك على صورتي. ايوه على الصوره. انزلي تحت على الصوره بالظبط. ايوه اضغطي اضغطي يا بنت اضغطي. ايه رايك؟ وديك عرفت كلمه السر. عايزه فاير ووركس سرتي على طول. تلاقي كل حاجه تحت امرك. كل ده عشاني؟ مبسوطه؟ قوي قوي. الموال. عشان انا بحب الست اللي خشبها عريض. الله يحميكي. مش عارفه اوصفك بايه. طاووس فرس. انت جمل. انت يا حبيبتي جمل. وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامع. ما تتعبنيش. ايه ريحه الشياطي؟ ايه ده القرف ده؟ ايه ده انت بتولعي يا غدا؟ غدا بتولع يا جماعه. الحق حاجه شعر. بس شعرك. خلاص الحمد لله. كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا. معلش معلش انا اسف بس لازم احافظ على شعري. صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاعي طفيكي بس البطاريه ضعيفه. والله سشوار؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا سشوار؟ لا غدا مفيش هزار. الا سشوار الا سشوار يا غدا. الا سشوار الا سشوار. حرام عليكي كسرتيه. يا جماعه انا ماجد المصري. انا بسجلها على الهواء قدام جمهوري ان انا اعتزلت التمثيل. اني ما اقدرش اكمل مسيرتي الفنيه من غير السشوار بتاعك. مشاهدينا سمعنا في كل الاوساط الفنيه ان الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن. واكيد خبر زي ده ما كانش ينفع ان احنا نعديه من غير ما نيجي ونتاكد منه مخصوص. دلوقتي احنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقه الخبر. استاذ ماجد سوري سوري. ايه يا توني بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد لحظه لحظه من فضلك. توني فين الكريمات بتاعت شعري؟ انا شعري بينهار يا توني. انت فاهم يعني ايه شعري بينهار؟ استاذ ماجد احنا محتاجين حضرتك في كلمتين وانا بقى فيه تليفون اهم من الدنيا كلها. انت بقول لك ماليش دعوه مراتك بتموت. انا شعري اهم من الدنيا كلها. بكره اكون عندي بالكريمات. باي باي. مساء الخير. مساء الخير استاذ ماجد. احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن. الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار. شعري كان هيتحرق فكان لازم اقول انا هعتزل. بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن. يعني انا بطمن جمهوري انا راجع واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه. انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك بالسشو؟ انا يعني لا لا قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك انه انا يعني احب ما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني. لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين مش اجر واحد. باخد اجر ليا واجر لشعري فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني وده شيء يسعدني. هو شعري حد غريب ما هو شعري فعادي يعني ما كله جاي لي انا. فاهماني يعني هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروحوا يدوه لاحمد السقا؟ هيدوهوني انا صح مش ده شعري فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين فنانين التانيين؟ لا هو كان انور وجدي بس ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده. يعني الاستاذ انور وجدي ما كانش بالطول ده وكان في سمعت من بعض الاصدقاء ان كان في بعض كلام وانه مش مستريح لشعري بس طبعا ده استاذنا ما اقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليه. طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولا ده شعرك الطبيعي؟ يعني بتستخدم لا انا ممكن يعني هقول لك على حاجه ما قلتهاش لبنت ابدا. اسمح لك تمسكي شعري؟ امسكه؟ امسكي لو سمحتي. ده كرياتين؟ اه ده كرياتين؟ لا قولي للناس ده كرياتين اللي عند مجد المصري؟ لا مش كرياتين خالص. لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع هل هترفض الدور عشان شعرك؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا. تنزف شعري. يعني لو عرضوا مبلغ يظبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه. احلق شعري دلوقتي.
15000 جنيه حلو والله 15 ونتفاوض كمان. الحياه صعبه قوي يعني، الحياه صعبه قوي، ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل. انا مش هعتزل. اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخله على الكاميرا والهله دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا لا بس انا ثانيه واحده، فليني لو سمحت عشان تثبتي للناس كلها. فلي فلي او اي حته في دماغي يا استاذ ماجد. بس ثانيه واحده، امال ايه؟ مش جاي تشطري عليا وتقولي لي حشرات؟ استاذ ماجد حياتك كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جايه وعندي ازمه، الراجل ما جابش كريمات. هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن بيعمل كده السيرم. هو طبعا ما انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري. لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك، بس انا ما بستخدمش سيرم فعلا. لا خلاص انا جايلي، انا جايلي. انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي، بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد، ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا، ميرسي على ذوقك، فرصه سعيده، كل سنه وانتم طيبين. كنت عايزه اتحرك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيرم ما يجي بتاعي؟ شنطتك دوري كده. لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 لجمهوري. ممكن عشان خصوصيتي. اتفضل.